ابني؟ ما سمعت يا استاذ. قلت لك سمع لي آية من آيات القرآن الكريم مش نشيد وطني، تعال. أنت اسمك إيه؟ إبراهيم زكي من الرفلة. إيه؟ إبراهيم زكي من الرفلة. طيب، روح أقعد. مين بقى يقدر يقول لي ليه ربنا حرم الانتحار والقتل والقمار؟ وليه؟ ثانية واحدة. وليه ربنا حرم الانتحار وخلى اللي ينتحر مهما كانت أعماله عظيمة لازم يروح النار؟ مين؟ جود. يا أستاذ عامل إيه مع الجو؟ مين شريف؟ البت اللي أنت ساكن عندهم في البيت. عامل إيه معاه؟ أنت بعمل ولا إيه؟ لا 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 الحمد لله أنا لسه واكل. لو جعان أقول لك من دلوقتي. إنما هي مش بتتقل عليك ليه؟ مش معبراني خالص يا خليل. خلاص سيبك منها. هسيبني منها، خدت مليون مرة القرار ده، بس ما أعرفش بلاقي نفسي واقف على باب العمارة أشوفها في الخارجة وبنزل. يا ساتر، الحب ده بهدلة يا جدع. لا. الحب أجمل شيء في الوجود. بقول لك إيه؟ ما تقعدش تبص لي في اللقمة. جعان خد لك سندوتش وخلصنا. لا يا متشكر أنا لسه واكل. أنا عندي حل يريحك من الموال ده كله. يا ريت تقول لي عليه. عزل من العمارة. عزل من العمارة؟ ده كلام. ده أحلى وأجمل سكن شفته في حياتي. السنسير عطلان. السنسير عطلان؟ ايوه. طب واسانسير العفش؟ شغال، لكن انت بقى سعادتك يعني معاك عفش؟ وده مش عفش؟ لا مش عفش يا فالح. فالح؟ ايوه. انت مكانك تطلع من سلم الخدامين، فاهم؟ لا يا بابي، بصراحة أنا مش طايقة البني آدم ده وهو واقف قدامي زي لهبل كده. ما تقوليش عليه كده، ده زغلول شاب مؤدب. مؤدب؟ مؤدب ازاي بس يا بابي؟ هو في الطلعة في النازلة يقعد يبحلق لي كده ويتنح لي وفاتح لي بقه، حاسة إن فكه التحتاني وقع من بقه من كتر ما هو متنح وفاتحه. طب هو عكسك قال لي كلمة كده ولا كده؟ إيه ده إيه ده؟ هو يقدر يعكسني؟ طب خلاص، متضايقة منه ليه بقى؟ طبعًا يا سي بابي، ما هو قريبك، ما هو عشان كده بتدافع له. هو مين يا ربي؟ انتي ولا قريبك؟ مفروض انا طبعا. طب خلاص ما تبقيش عبيطه بقى وتقولي كلام ملوش معنى. طب ممكن حياتك زي ما جبته كده في العماره تطرده؟ يا بنتي حرام، ده يتيم الاب والام. وبعدين يا شيخ، لما الواحد يعمل الخير ما يضيعش ثوابه عند ربنا، لازم يكمله للاخر. يعني ايه؟ يعني طالما ما صدقتش منه كده ولا كده مش هقدر احرجه او اطرده. لا خلاص يا سي بابي، لا تحرجه ولا تطرده، سيب لي انا المهمه دي، انا هطرده بنفسي. يا شيرين يا مجنونة.
انت اللي اسمك زغلول، افتح انا عارفه انك جوه. اهلا وسهلا شيرين هانم، انت اتفضلي شرفتيني. انا جاي عشان اقولك حاجه واحده بس يا زغلول. طب اتفضلي يا فندم. ايه ده، انا اخش المكان الحقير ده قليل الادب؟ هو انا عملت حاجه يا فندم؟ وانا استنى ما تعمل. انا جاي اطلب منك طلب واحد بس، انت تنكشح دلوقتي حالا، تلم هلاهيلك وكراكيبك وتغور في 60 داهيه، فاهم يا قليل الادب؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا عملت اللي كان لازم اعمله من زمان يا بابي. طب اتفضلي انزلي واستنيني في اوضتك. قلت انزلي يا زغلول. يا زغلول زغلول زغلول. ايوه عمي. انا اسف يا ابني على اللي حصل، انا اسف. تعال جوه نتكلم. تعال اتفضل. انا مش عارف اقول لك ايه. لا ما تقولش حاجه، انا خلاص همشي. هتمشي؟ هتمشي تروح فين؟ امشي والسلام بقى. وتسمع كلام البنت المجنونه دي؟ هي عايزه كده، هي تعوز اللي هي عايزاه، لكن انا كلامي هو اللي هيمشي. كلام حضرتك ايه يا زغلول؟ يا زغلول انت ابن عم خالد، جوز خالد مرات ابوه، يعني قريبي، وانا ما اقدرش اخليك تمشي من هنا. دول كانوا ياكلوا وشي في البلد يا ابني. معلش هم مش هيعرفوا حاجه. يعرفوا ما يعرفوش ما يهمنيش، المهم انت شاب مؤدب ومكافح وتستاهل كل خير. بس هي شايفاني ايه الادب؟ والله يا زغلول انا مش عارف هي مش طايقاك ليه. طب ما تسالها. سالتها؟ قالت لك ايه؟ قالت لي ان كل ما تبص لها وتشوفها تقعد تبحلق لها كده زي الاهبل. انا زي الاهبل؟ يعني بصيت وبحلقت. هي يا زغلول يا زغلول يا زغلول، بطل شغل العيال بتاع ولاد بلدنا دول. انت دلوقتي في المدينه هتشوف شيرين وتشوف اللي احلى من شيرين. هو في اجمل منها يا عمي؟ طبعا. مستحيل. طب انت عايز منها ايه؟ قول قول ما تكسفش. اعتبرني مش ابوها، اعتبرني زميلك في المدرسه. لو سالك السؤال ده هترد عليه وتقول له ايه؟ يعني اعتبرك خليل؟ خليل؟ خليل مين؟ ده زميلي في المدرسه. اعتبرني خليل، اعتبرني زميلك في المدرسه، اي حاجه. وانسى ان انت ابو شيرين؟ ايوه. ما تقول، مكسوف ليه؟ الحقيقه انا غرضي شريف و كنت عايز اتجوزها، لاني بحبها. تتجوزها؟ ايه؟ مالك خليل؟ انا مش خليل. الله، انت رجعت عم شوكت ولا ايه؟ عمل دبب ولد قليل الادب، ما تختشيش بجد. لا كده ايه ده، احنا كنا حلوين وحلوين مع بعض قوي. انا كنت بجر رجلك يا تافه يا هايف. وانا وقعت زي المقطف. قدامك 15 يوم تشوف لك مكان تسكن فيه، مفهوم؟ طب اديني شهر بس. واحد شهر في عينك، النهارده 10 في الشهر، قدامك 20 يوم، يوم واحد في الشهر تكون شايف لك مكان، ويكون بعيد بعيد عن هنا. حاضر يا عم حاضر. اخص عليك يا خليل اخص. يا شيرين يا شيرين. طبعا حضرتك اشتريت خاطره وطيبت خاطره بكلمتين واتفلي انا بقى. لا 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 لا، ده انا اديته مهله لاخر الشهر عشان يشوف له مكان تاني يسكن فيه. بتقول ايه؟ انت سمعتيني كويس؟ طب يا بابا ايه اللي حصل؟ اللي فندي بيرسم على الجواز منك. ايه؟ يتجوزني انا؟ امال يعني هيتجوزني انا؟ وقعته سودا، هيشوف اللي هيحصل. يا شيرين يا شيرين. مين؟ انا شيرين. انا كنت متاكد انك جاي تعتذر لي. لا يا بيه مش جاي اعتذر لك،
انا جاي اعلمك الادب لانك عديم التربيه. اوعى من وشك. طب فهميني بس فيها فين نهايه. انا هساعدك. اوعى اخوك لا تساعدني ولا تساعد. طب هقول لك حاجه. طب بالراحه بس. هنا 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 في بنات. هنا اوعى. ودي فين الشنطه بتاعتك دي؟ غور من وشي. قلت افهم بس الحكايه. انا هيلك وكررسك يا شيرين. بس في ايه الحكايه؟ اظن كده واضح انا جيت ليه. قال لي الادب. انا كنت متفق مع ابوك ان انا همشي اخر الشهر ده. انا قلت لك ان انا اتفقت معاه انه هيمشي اخر الشهر ويدور له على مكان تاني يسكن فيه. وانا بقى يا بابي ما سكتش، طردته بره ورميت له كل كراكيبه وهلعينه بره الاوضه. الكلمه اللي بقولها هي اللي هتمشي، ولا اسكت نار ودخل بحماره. يا بابي هو مين بس ده اللي دخل بحماره؟ انت. معقوله يا بابي؟ معقوله بتشخط فيا وتبهدلني عشان جربوه قليل الادب زي ده؟ بشخط فيك عشان انت زودتيها خالص. واحب افهمك وبقول لك ما تحاوليش انك تنفذي اللي في دماغك من غير ما تستاذنيني انا الاول. مفهوم ولا لا؟ حاضر يا بابي. مفهوم يا دادي. ده ليه كده؟ ليه ابدا؟ كنت قاعده صح الكراريس هنا. هنا ايه المنظر ده؟ يعني قلت اغير جو. جو؟ قوم تعالى. عايزك قوم. خش جوه. خش فضحتنا. خش عامل زي شحاتين سيده. خش اكيد في حاجه حصلت. ليه المنظر كده؟ مش ولا بد ولا من هدومك؟ مش انا لميت، هي اللي لمت ورمت. شيرين؟ ايوه يا راجل. شيرين هي اللي طردتك؟ وابوها يدف كده. معقوله؟ مش ابوها اللي جابك من البلد وسكنك هنا في عمارته؟ للاسف ايوه. حول ولا قوه الا بالله. هتعمل ايه؟ معرفش. لا لازم تعرف. لا ما هو انا كده قلقان. هتروح فين؟ هتنام فين؟ ها؟ ما تخافش يا اخويا، مش هطلب انام عندك. الحمد لله. انت بتقول ايه؟ لا ده انا بكح بقول الحمد لله ان جت على كده يعني. كنت عايزني في ايه بقى؟ زيزو انت ان شاء الله بدون مقاطعه بكره الصبح رايح المدرسه مش كده؟ ايوه. طب انا عايزك بقى تاخد الحصص بتاعتي. قضيتها ماشي، ما قضيتهاش ونزل هرش الموضوع قول له ان انا عيان. ليه؟ انا عندي سبوبه. سبوبه ايه؟ اكل عيش. طفل باكل عيشي. رايح بورسعيد قال لي برزق اجيب مكنه حلاقه توستر حتتين قماش ابيعهم. يا اخي انا مش فاهم، انت بتشتغل مدرس ولا دلاله؟ انا طالب دلاله. هو التدريس باكل عيش؟ خلاص ادي دروس خصوصية. النهارده دروس خصوصية؟ ده مدرس العاب. أنا عارف أولاد ضعاف في الثانية والمد. ثانية والمد أسهل حاجة في المنهج، أشد حاجة في المنهج بقى أصعب حاجة الضغط وتمرين الوسط. بس ما علينا. بطل تهريب يا أخي. أنا ما بهرجش. أنا خلاص الدنيا اسودت في وشي. ما تقولش كده يا صاحبي. أنت بس نام وتصحى كده هتلاقي الدنيا بمبي. انا عيان. باي باي. تصبح على خير بامبي. خليل على بورسعيد. يا كمان حبيبي واخو كلت منه حاجه؟ ده زياره الواحد ميت. طيب ربنا يسهل. فكر على الله. Thank you.
يا بنتي يا بنتي وقف صوت الزفت الجهاز ده، خليني اتكلم في الشغل. ايوه يا علي، ايوه انا معاك. والصفقه دي انت واثق من مكسبها؟ حط كام؟ 2 مليون. لا ده الموضوع بقى عايز مناقشه وجلسه ودراسه جدوى. ايوه طب خلاص، اعدي عليك انا بكره في مكتبك ان شاء الله الساعه 10 الصبح. كويس ماشي يا علي، ماشي، مع السلامه. مع السلامه. انا جاي اطلب منك طلب واحد بس، انت تنكشح دلوقتي حالا، تلم على عيلك وكراكيبك وتغور في 60 داهيه، فاهم؟ غور من وشي قلت. اسمك بس جاي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاضل خليل. فاضل خليل يا سيدي. انا كان مالي ومال الالعاب، انا مدرس رياضه يا سيدي. ما فرقتش كتير، انت هتعمل لي زي الناظر. اقول له انا مدرس رياضه، يقول عشان كده انت لازم تاخد الفصل بدل خليل. ويقول لي ايه الفرق بين الالعاب الرياضيه والرياضه؟ معلش، ما انت لما تجيب تخلي الناظر بقى يخلي خليل ياخد الحصه بدالك. صدق بالله يعملها. طيب السلام عليكم. مع السلامه. زغلول حبيبي. طيب ايه بركه، ايه مستنين؟ يعني ساعة تقريبا. طيب ساعة وما جيتش امشي اقعد. بقول لك ايه، احنا مش هنعرف نتكلم هنا، وتيجي نطلع فوق احسن. ها؟ عندنا؟ انت اتغديت؟ يعني كانت 3-4 سندوتشات طعمية كده وطبق فول. يعني مش جعان؟ انت مش جعان وواكل كويس. طيب يلا نطلع فوق احسن، انا ميت من الجوع. بقول لك ايه، انت مش جعان؟ لا اصل ده كباب. بسم الله. لا انا سبقتك الحقيقه. الحمد لله. انما كنت عايزني في ايه يا حبيبي؟ يعني انا كنت الحقيقه عايز فلوس. انت عارف انا لا بسلف ولا بستلف يا اخي. فلوس ايه اللي انا عايزك فيها؟ انا كنت عايز واحد. واحد ايه؟ صباع كفتة؟ لا مش عايز صباع كفتة. ما عايز واحد ايه؟ عايز راجل. راجل؟ تعمل بيه ايه؟ بص يا خليل، الحقيقة يعني الموضوع حساس شوية. ما تحترم نفسك، انا عارفك كويس، عارف سيرتك الذاتيه كويس. ايه حكايتك بالظبط؟ عايز ايه؟ ايه الله يخرب بيتك، انا كنت عايز راجل عشان الطار. انت طار؟ في طار بينك وبين حد؟ يعني اصل وانا صغير يعني كان واحد ضربني في الحاره
اللي كانت ساكنه فيها عمتي، فلما قمت شفته النهارده الصبح صممت ان انا اجيب راجل يضربه زي ما ضربني. طب بسم النبي حرصك كبرت اهو، ما تضربه انت؟ ما اقدرش. هو ساعتها كان عندك كام سنه؟ 5 سنين. وهو 6. ولسه فاكر؟ الصعيدي ما ينساش طارو ابدا. صعيدي مين يا ابني؟ انت فلاح. انا فلاح بالصعيد. انت مصمم على حكايه الطارو دي؟ ايوه مصمم. طيب انا هتصرف. خدمتك خدمة عمرك والله. دخت على الكارت ده، ده بتاع واد صايع واد لبط هيدغدغهولك، انت تسيبه بس عصب. ها انت لما تروح المعلم ده تقول له انا جاي من طرف الكابتن خليل. من طرف مين؟ مالك؟ هو هيعمل لك كل اللي انت عايزه. هيعمل لك ايه؟ مالك خلصت ليه في ايه مالك؟ يا ابني افهم، كل حاجه انت عايزها ضرب بخناقه اعتبره جوانتي في ايدك. تعتبره ايه؟ طب صعب بقى، عايزني اروح معاك؟ وانت لخ ماشي هروح معاك. في درسك ضرب فجاه ولا ايه؟ ولا عندي ده 4 5. تاكلت صباع كفته عليك نور، وانت عليك تعمل الكفته والكراريس والشنطه محجوزه رهن لحد ما تجيب لي كيلو كفته. يا شيرين يا شيرين. ايه يا بابي حياتك اتاخرت كده ليه؟ قلقتني عليك. ما انت عارف ان انا كنت مع عمك علوي عشان بنتكلم بقى في الصفقه، وبعد كده رحت البنك عشان احط له 2 مليون جنيه في حسابي. المهم انت اتغديتي ولا لسه؟ لا طبعا يا سي بابي، اتغدى ازاي وحياتك مش موجود؟ طب خليهم بقى يحضروا الغدا، انت خايف تغير هدومك. انا تعبان قوي. حاضر يا بابي. عاوزين مين؟ عايزين المعلم مرن. عاوزينه ليه؟ عايزينه حاجة خاصة. في حاجة خاصة؟ انتوا؟ هناخد المنتخب. في ايه انتوا دي؟ شكلنا مش عاجبك انا؟ بصراحة لا، شكلكم جاي ما تدوش للمعلم أي معرفة. انتوا يا إما مشارط يا إما ملايين. نعم. لا ده ولا ده؟ تبقوا وزرجية. احنا لسه كنا فين؟ لسه إيه؟ ده دورة وشارط. ألعاب جديدة. ده نشاط جديد. طيب بس خش قول له قول له قول له الكابتن الكابتن خليل بره وعاضي، شوف هيقول لك ايه. ماشي. عامل لي مشاكل انت. مشاكل 1 5 6 وانا اللي حل المشاكل كله على دماغي انا. يا اخي المكان ده بيفكرني بحاجه قوي كده. بيفكرني بايه؟ الملاهي. ملاهي؟ بيت الاشباح. بس انت حل لك المشكله دي تعبني انت على طول. طب اسكت بس، اسكت يا كفته اسكت. المعلم بيقول لكم اتفضلوا. اهلا وسهلا. روح انت. يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا مرحب. حبيبي اهلا 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 وسهلا. فين المعلم ده؟ هو ابنه مين ده المعلم؟ مين الاستاذ؟ ده حبيبي انا صديق خليل الروح بالروح. يا 600 مليون مرحبا. الله يخليك. اتفضلوا. شو بقى يا معلم، زغلول صاحب الروح بالروح، عايزك تخدمه وتخلي بالك منه. على عيني وعلى راسي.
أؤمر يا أستاذ. الحقيقة يا معلم أنا كنت جاي لك يعني في خدمة، ما أقدرش أقول لك إن أنا مش هنساها لك، لأني هنساها، أقصد مش هنساها لك طبعا يعني. مقبولة منك. إيه بقى الخدمة؟ طب أستاذن أنا بقى عشان عندي ميعاد مهم مع الكباب والكفتة، ما أنت عارف. السلام عليكم. السلامة. قول لي بقى يا أستاذ، إيه الخدمة؟ أهلا. أيوه أيوه. أه بقى أنت هتدفع الفلوس بكرة الصبح. آه جميل. طب عايزني معاك؟ لا 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 صح، عندك حق. آه لا إن شاء الله ربنا يوفق بإذن الله. آه أيوه بابي أنا رايحة النادي، عايز حاجة؟ يلا باي. أيوه. لا يا راجل، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ لا 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 لا، أنت خلص الأوراق وإن شاء الله تيجي تتغدى معايا، وبعد كده همضي لك على اللي أنت عايزه. خلاص يا معلم. معلش يا معلم بقى. لا لا ما تعيطش يا معلم، ما تعيطش. ما تعيطش، ما تعيطش إزاي؟ ده أنت حكايتك من لبسة النيلة يا راجل. ده نصيبي بقى يا معلم، نصيبي. طب وبعدين؟ ولا قبلين حاولت انتحر، قاتل نفسي يعني، بس لقيت الحكايه دي هتوديني النار. اه طبعا، وانا راجل مدرس تربيه دينيه وبعرف ربنا. عندك العيب. ايه بقى المطلوب مني؟ عشان كده انا جيت لك انت، تشوف لي حد يقتلني. شوف لك حد يعني ايه يا معلم؟ يا معلم يا معلم، مالك انزلزلت فجاه ليه كده؟ امال انا بعمل ايه؟ سيبت ركب يا معلم. يا راجل ده انا بعد ما سمعت حكايتك صعبت عليا، انا خلاص نويت اطلع الطلعه دي بنفسي. تعيش يا معلم. ده انت جاي من طرف حبيبي خليل كفته. الحمد لله. بس يا معلم الله يخليك، وانت جاي تقتلني تخلصني، تبقى خلصني بالراحه شويه. خليك حنين. والله ما هتحس بحاجه، ده انا صوابعي تتلف في حرير يعني زي شكه الدبوس. ربنا يكرمك يا معلم. تعيش. عيش؟ لا انت كده مش هتنفس بقى. طب تموت. بالظبط كده. تؤمر بحاجة تانية؟ طلباتك. يعني ايه؟ يعني اتعبك كام؟ عشان خاطر حبيبي خليل كفتة 150 جنيه. يعني مش شايفهم شويه. انت اصيل. انا لا اصيل ولا حاجة، انا معايا 200 جنيه ومجنب عليهم 60 جنيه كده الازمات لغاية انت ما تخلص مني. فخليهم 200. انت ورث ورث ولا ايه؟ لا ورث ولا حاجه، انا ليا اب ولا ام ولا ولد خاله ولا ولد عم ولا اي حاجه. طيب اتفقنا. اتفقنا. اهو ادي ال 200. ايه يا معلم في ايه؟ لا ابدا مفيش اي حاجه، اصل دي اول مره اخد فيها اتعاب مقدم، دايما اخد النص مقدم والنص بعد ما تتم العمليه. بس ده ما ينفعش في حالتي. تحب ننفذ انت؟ لما تيجي تنفذ ما تبقاش تقول لي حاجه. افاجئك يعني؟ نعم. يعني قصدي اخدك كده على اخوان. بالظبط كده. معلش ما اقدرش، ما احبش اضرب حد في ظهره. يا معلم يا معلم، لما تيجي تنفذ ما تبقاش تقول لي عشان خاطري. اتفقنا. ايه يا معلم بس في ايه؟ معلش هي الدنيا كده. طيب معلش يا معلم، بس عايز اقول لك حاجه، لو جالك خليل وسالك قول له ان انا جاي لك عشان تاجر لي واحد يضرب واحد في شغله. اتفقنا يا استاذ. ماشي ماشي يا استاذ. عن اذنك. ده العنوان. ماشي يا استاذ. لا حول ولا قوة الا بالله.
الله يسامحك. ومش متربي كمان. يا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انت بتقولي شكل البيع؟ انت ايه طلعك ورايا؟ انا مش قلت لك اطلع من سلم الخدمين؟ ها؟ مش طالع من سلم الخدمين، وعشان اطلع من هنا لازم افوت على المخروبه بتاعتك. مخروبه؟ ايوه مخروبه، تعالي هنا عشان اعرف اكلمك. انا طالع من هنا وهمر من المخروبه بتاعتك وضرب رقبه على عيني. قالوا ما هو خسرانه خسرانه خلاص، واي كلمه بعد كده هديكي بالقلم على وشك. اتفضلي. انت جننت حاجه تقرف. يلا بقى بابي ولا مامي. الكباب برد والكفته سجمت، سخنهم ازاي؟ انا سخن اكلهم يسخنوا جوايا. احنا نستعبط، ما تتنايل تاكل من ساكت. لازم دقيقه نسمع الكفته اللي كان الواد زغلول. ولو عندي تليفون دلوقتي كنت كلمت اوراني قطع رقبته. مش مشكله، هي كان رئيس الطلبه بتوعه عندي. بكره اعمل اجتماع مجلس اباء، وكل ولي امر عليه صباع كفته. دي كده ترمي معايا 7-8 كيلو. ما هو انت اللي غلطانه. انا يا بابي؟ طبعا الولد طالع على اوضته وبتقولي حتى انه ما بصلكيش، يبقى مين بقى اللي بيجر شكله؟ يا بابي غصب عني بتخانق منه لما بشوفه بيركبني 60 عفريت. لا امسك اعصابك، اهو ماشي اخر الشهر. لا يا بابي امشي دلوقتي، يعني يرضيك يرضيك يقولي انا اخبطك على وشك؟ يا ريت. ايه؟ يا ريت؟ لا قصدي يا ريت ايده تنقطع قبل ما يمديها على وشك. ماليش دعوه بقى يا بابي، اتصرف معاه دلوقتي حالا. طب اتفضلي بقى كده اطلعي على اوضتك وخلينا في حالنا. يلا. حاضر. هموتهولك. يا رب يخليك يا بابي يا رب. لا إله إلا الله. مشكور يا رب، ده هو رسول. خلاص انت جيت بدري قوي يا عم وردي. نعم. طب مش هدخل الأول؟ أنا عايز أنام. أنا عارف إن أنت زعلان مني. وهفضل زعلان منك لأنك بتمشي ورا كلام بنتك. يا ابني انت عارف ان هي بنتي الوحيدة وامها ماتت وهي طفلة، وانا معترف ان انا دلعتها لحد الامور ما فلتت من ايدي، لكن بصراحة انا سعيد جدا 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 باللي انت عملته فيها النهاردة. سعيد يا راجل؟ بقولك انا كنت عايز اتجوزها، طردتني ومسحت بيها الارض. جيت دلوقتي اقولك انا مسحت بكرامتها الارض، فرحان قوي وتقولي سعيد؟ ايوه انا ما كنتش اتصور ان هيجي اليوم ان الاقي فيه حد يعمل اللي ما قدرتش اعمله في البنت دي، وما كنتش اتخيل ان اللي هيتعامل فيها ده يتعامل منك انت بالذات. خلاص انا الموضوع خرج من ايدي. اذا كان عليا انا ما تزعلش مني، انا خلاص رجعت في كلامي. انا مش زعلان منك، انا عارف انك انت ضعيف قدامها قوي، بس انا عايز اقول لك حاجه. حتى لو انت وافقت هي مش هتوافق، وهتطلع تبهدل لي الاوضه وترمي لي كراسي العيال. هو في حاجه تانية بقى؟ انا اصلي حتى لو هي وافقت مش عايز اقعد. انا هقعد هنا بالكتير بالكتير يومين ثلاثه واتكل على الله. احنا متفقين انك هتمشي اول الشهر، ايه بقى اللي خلاهم يومين ثلاثه؟ انت لقيت اوضه ولا ايه؟ ايوه. احسن من هنا؟ الله اعلم بقى. طب اكبر من هنا يعني ولا ايه؟ يعني متر في مترين كده. ليه؟ هتسكن في طرقه؟ بالظبط كده، بس شيل حرف وحط حرف. طب لو قلت لك اني هدي لك شقه تحت،
بس في شرط، انك تكسرلي مناخير البنت دي. ما ينفعش. ليه يا ابني؟ لازم هي تغير موقفها زي ما انت غيرت موقفك بالظبط، بس للاسف هي ولا همها حاجه. اكيد هزقته طبعا يا بابي، مش كده؟ هو مين ده؟ هو في غيره؟ الزفت النيله اللي اسمه زغلول ده؟ لا لا لا، انا ما هزقتوش، ده انا طلعت واعتذرت له. بتقولي يا بابي اعتذرت له؟ ازاي تعتذر لواحد حقير زي ده؟ اه طبعا اعتذرت له، عشان انت اللي غلطت فيه. انا يا بابي اللي غلطت؟ ده شتمني وكان عايز يضربني كمان. يا شيرين يا شيرين، فوقي لنفسك. انا اللي عشت لك النهارده مش عايش لك بكره، وعايز لما اموت اموت وانا مرتاح، مطمئن ان كل الناس بتحبك وتخاف عليك. لكن بطريقتك اللي انا مش عارف انت جايباها منين دي، لا حد هيحبك ولا يخاف عليكي ولا يقف جنبك. خلص على طول. انا مش جاي عشان كده. امال انت جاي تهب بايه؟ انا جاي عشان اخد عنوان المدرسه. انت ناوي تعمل الحكايه دي في المدرسه؟ يجوز. لا لا ارجوك، المدرسه فيها اطفال ما يصحش يشوفوا مناظر زي دي. اه عندك حق، فاتتنا انا دي. طيب بعد كده ما تبقاش توريني وشك، عايزك تخلص الموضوع ده وتريحني، انا جدتي مش خالصه. خلص هنا؟ لا انا ورايا حصه دلوقتي، ما اتفقتش مع واحد يجي بدل مني، فارجوك اجلها لوقت تاني. ماشي الكلام. سلام. سلام. كلكم خدتوا كراسات؟ والله مش عارف يا حبيبي، النهارده بكره ربنا يسهل. ليه يا زيزو؟ عملت ايه؟ في ايه؟ يا دي النيله في الموال بتاعنا العمليه اللي احنا فيها. اه قصدك فوراني؟ اه بتختلس مني صباع كفته، عايز تموتني. انت مش عارف ان الحكايه دي ماشيه معايا بالمقادير؟ حرام عليك، الكفته دي انا باخدها علاج.
ما قلتليش عملت ايه مع قرني بعد ما سبتكم ومشيت. كرمني اخ كرم. مش بقول لك ده حبيبي؟ انت عرفت الراجل ده منين؟ موال زي موالك كده. عيل كان ضربني قصدته. بص انا عايز اقول لك، في ايه؟ سمرت كده ليه زي ما اكون شايف عقربه؟ اسكت يا اخي. مين الراجل ده؟ شكله حرامي كده في عز الظهر. لا احنا دلوقتي العصر، يعني في الصبح كده بالنهار. يا عم هم ليهم معاد بيطلعوا في اي وقت، وفي حد بيختشي الايام دي؟ طب امشي انا بقى. مع السلامه يا زغلول. بقول لك ايه؟ اي ما تقعد نتغدى مع بعض على حسابك. شكرا. ولا لولح هات لفة الكباب اللي انا شايلها عندك. جات لها أزمة في القلب ونقلوه على المستشفى. بيه بيبي شوكة بيه مستشفى. طب المستشفى ايه؟ مساء الخير. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابني هنا؟ انا جاي اطمن على شوكة بيه. اسمع انت تمشي فورا، ما اشوفش خليتك هنا تاني، فاهم؟ ما تلاقي بقى ايه؟ جاي ايه؟ الله ابوك في الانعاش بدل ما تقول ربنا ياخده ربنا ياخده بيده ولا اي حاجة تعمل الكلام ده. يا انسة شيرين. ايوه فصيلة دمك ايه؟ فصيلة دمي ايه بوزيتيف؟ ليه يا دكتور؟ لا ما تنفعش، شوكة بيه محتاج دم بسرعة، وللأسف فصيلة دمه مش موجودة في المستشفى. طب العمل ايه دلوقتي؟ طب ممكن تشوف فصيلة دم يا دكتور؟ طب حضرتك فصيلة دمك ايه؟ معرفش. أنا مش فاهمة، واحد زيك أنت إيه اللي هيجيب فصيلة دمه لدم بابي أساساً يعني؟ أكيد فصيلة دمنا زي بعض، ما أنت فصيلة دمك ما وردتش على حد. هي العملية نجحت يا دكتور؟ أيوه، بس ساعات بيحصل عمليات نزيف، لأن إحنا بندي أدوية بتعمل سيولة في الدم. وده شيء طبيعي. طب ممكن تشوف فصيلة دمي؟ وحضرتك تقرأه زمان. عموما النتيجة هتظهر حالا. ربنا يسهل. ربنا بعدك في الوقت ده مخصوص عشان يهتم بعمر كتير. يعني باذن الله هيبقى كويس يا دكتور ان شاء الله. تمام متشكر قوي. احنا لازم نشكرك. مع السلامه. لولا وجود الاستاذ زغلول كان ممكن يحصل اللي محدش يتمناه. حقيقي يا دكتور انا مش عارفه اعمل ايه واقول ايه، انا كنت سخيفه معاه جدا جدا. انت لازم تروحي تشكريه. معاك. We'll be right back.
ارتاح يا عليمة رزقة كريم. نعم زغلول، انا جاي اعتذر لك. شكرا قوي، انا اذنك. انت جاي لي؟ جاي اعتذر لك. انت جاي تعتذري لي انا؟ ايوه يا زغلول. طب ممكن تقرصي؟ ليه؟ عشان انا مش مصدق اللي سامعه. لا صدق يا زغلول، حقيقي انا مش عارفه كنت بعمل معاك كده ليه. انسه شيرين، واضح انك تعبانه ومحتاجه تستريحي شويه. والله يا زغلول انا ندمانه على كل اللي عملته معاك. من قلبك؟ ايوه من قلبي. انا رايح المدرسه وجاي على طول. لا مش جاي، يعني هروح عند الاستاذ، عنده هروح عند عمي شوكت في المستشفى. ممكن؟ ممكن تروح في اي وقت يا زغلول. انا اذنك. مع السلامه. انت قلتي ايه؟ بقول لك مع السلامه يا زغلول. الله يسلمك. كويس، وطلعوا صفحة 41 في كتاب الدين عشان تجاوبوا على الأسئلة اللي فيه. أنا خلاص أستاذ، حضرتك مش هتسيبنا وتمشي؟ وده لمصلحته. أنا آسفة جدا يا دكتور حسين. عموما هو حالته استقرت من امبارح. طب طمني، إمتى هيفوق؟ يعني هنسيبه النهارده وإن شاء الله يفوق بكرة. وأنت عارفة العملية ما كانتش سهلة، وخصوصا اللي حصل له بعد العملية. عارف يا دكتور. حاضر. بعد إذن حضرتك ممكن أقعد أنتظر في الاستراحة؟ اتفضلي، بس زي ما اتفقنا. حاضر. عن إذنك. في ايه سلامتك؟ خناقة بسيطة. بسيطة ازاي؟ ده دماغك مفتوح. ايوه تهتك في الجمجمة، مش اكتر. مش اكتر. اه فعلا. لا سلامتك، الف سلامة، بالشفا ان شاء الله. المهم يا معلم، انا عايزك في حاجة ضروري. قول براحتك. الاتفاق اللي بيننا انا فضيته خلاص، والفلوس اللي انا اديتها لك انا متنازل عنها. الاتفاق اللي بيننا؟ ايوه. ليه يا ابني؟ وانا ما قصرتش معاك في حاجه. يا عم انت ما قصرتش معايا في حاجه فعلا، بس انا خلاص الدنيا وضحكت لي. ما كانش يتعاز. لكن ما كانش يتعاز ليه؟ ولكن ايه الاتفاق؟ طب ايه هو الاتفاق؟ الاتفاق اللي
ماله الاتفاق؟ ابوس ايدك، ماله الاتفاق؟ سيبت ركبي. خرج من ايدي. اصبر بس، اصبر وبعد كده روح. خرج من ايدك ازاي؟ ها؟ اصل انا بعد اللي حصل في الخناقه كلفت واحد من رجالتي يخلص عليك. اصل انا راجل لو احب انفذ كلمتي. طب مين يا معلم الراجل ده؟ ها؟ ابوس ايدك، امسك نفسك شويه وبعد كده روح زي ما انت عايز. حد من بره عارفه؟ لا. طب اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ انت قلب ربنا ياخدك. اسمه ما تبقاش رزل. حد من بره عارفه؟ لا. طيب قول لي اسمه. اسمه علي مراني. معلم أوراني، أوراني. بقية في حياتكم. يخرب بيتك يا أوراني. البقية في حياتكم كلنا ده. دول ايه؟ قول معلم أوراني مات. عملت فيه يا مجرم؟ الله، انت بتتلكك. عملت ايه فيه يا مجرم؟ انت علقت ليه؟ عملت فيه يا مجرم؟ خلاص هو هناك اهو، شوفوا فكوا البلاوي وديونا في داهيه. الله يخرب بيتكم. بص انت اهو، اقف في الحيطه كده. ها معانا كده، اقف في الجول، اقف في الجول. انا خدمتك اهو، عملت لك فاول، فاهم؟ امال فين الواد اللي ابوه بتاع كباب؟ هتخرم عيني. يلا اتنين شوف. العب بعيد، العب بعيد، العب بعيد. اسامة، اسامة حبيبي. نعم. نعم يا كباب. نعم ايه؟ نعم ايه؟ عمال ايه ده؟ استاذ يعيب يا ابني كده. اللي نعم يا كوتش، مش يا كوتشي، نعم يا كوتش. شاك ماشي حبيبي. انت ضعيف قوي في الالعاب. اعمل كده. اعمل كده. لا عايز تمرينات وسط. السمانة تعبانة. عضلة المراخين عايزة تشد. مش هاخد منك فلوس يا حبيبي. ها؟ قول لبابا، بابا كباب بتاع الكفته. قول لبابا 4 كيلو في الاسبوع بس. 3 كيلو؟ في الشهر. يا حبيبي ده الاسبوع كيلو، وركز على الكفته. طلعت يا بشغل ماشي؟ ها؟ كفته. وكل يوم الصبح اجيب معاك سيخ. كفته. العب يا حبيبي. العب يا حبيبي. العب يا حبيبي. العب. فاول! فاول! هات الكوره. شوط انت. شوط انت. خلي الكابتن يلعب. شوكت بيه برضو؟ ايوه. عشان الصبح قلت عامل شوكت. ايه اللي جرى؟ فاهمني في ايه؟ هفهمك بعدين. انا مش فاهمه حاجه. انت
ارتبكت وتسرعت خوفت كده ليه؟ عشان ايه بس يا زغلول؟ فهمني الله يخليك. في ايه؟ عشان هفهمك كل حاجه. انا دلوقتي رايح مشوار وهحط بعض الدور عشان اطمن على ابو شوكه. عن اذنك. اوعى تتاخر عليا. ابراهيم مالك يا بنتي؟ في ايه؟ اصلي هستناك. هجيلك. عن اذنك. باي باي. شيرين اللي قالت لي كده؟ ايوه. لا متشكر يا ام سيد. تقدري تتفضلي. لا ما اقدرش، لازم اطلع لك من الغدا اللي انا عاملاه. لا مش عايز حاجه. انا عامله بفتيك وبسله ورز. مصممه يعني؟ مش انا، دي الست شيرين هاني. خلاص اللي انت عايزاه. ايه الحاجات اللي تطلع من الاوضه دي؟ ايه ده يا خليل؟ خليل مين؟ بعد الخضه بقيت ام خليل. معلش يا خليل، بس انت لما جيت لا خبطت ولا استاذنت، فلما اتدورت شافتك اتخضت جري بقيت انت ام خليل. طب انا اعمل ايه؟ انا لقيت الباب مفتوح وليه شكل الاوضه نظيف ومترست، استغربت. ما هو اللي عامله الكلام ده كله شيرين. يعني خلاص الحلو تبسم؟ تبسم وبقت كحلي. كحلي كفله الشر، المفروض تبقى بامبي. انت عرفت ان عمقره دي مات؟ ما انا جايلك عشان كده. انت عرفت منين؟ ما انا كنت موجود ساعه ما مات. الله، انت عنده بتعمل ايه؟ دي حكايه طويله هحكي لك عليها. اتفضل تعالى معايا. الو، ازيك يا ست شريف؟ البي عامل ايه دلوقتي؟ لا واصل، انا طالعله بالاكل دلوقتي. معلش اتاخرت عشان كنت بدور على لحمه بتلو. نعم حاضر. يا خبر ابيض، ده حكايه يا ابني ولا حكايه السيما؟ عندك حل ليها بقى؟ قول مين. ما تقول انت يا قطي. مين؟ انا مسيد. زق الباب يا مسيد ادخلي. بعتلك امانه معايا لازم اوصلها لك. امانه ايه؟ تليفون. يا مسيد انا عندي خط ولا عندي حاجه عشان تديني تليفون؟ دي الهنم بعتهولك عشان هتتصل بيك بعد شويه. طيب شكرا. عايز حاجه تانية؟ شكرا. على اذنك. ده رز. ده رز فلفل. جميل.
خضار وخضار بوفتيك بوفتيك. انا عارف ان انت مش جعان بس ما بيعرفوش يعملوا كفته. عمي ما باكلش غير كفته. معلقت معايا. انا جبت لك معايا رز يمين ناولني حته لحمه وكفته. ايه ده انت عملت بنفسك عامله يا راجل؟ ربنا ينجيك من على خير. انا عارفك عملها ازاي. رد على التليفون. يا امي بتفن مش هرد. يا اخي انت جبان ليه؟ مش مره عليك يا سلفستر استنوني. الو. ايوه ايوه شرير. انا في خد اقصد جنب السرير. ايه؟ لا 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 مفيش اي حاجه. طبعا اتغديت كل حاجه تمام. لا لا ما تطلعليش في خطر. روح انت البيت وخلي المساعد تطلع لي تطمني انك انت وصلتي. سلام. خدك ساتر. ساتر ايه؟ ايه انت عامله ده؟ انت ما دخلتش مستشفيات يا اخي. ممكن تيجي في المخدة يا اخي. هنعمل ايه؟ هنفضل قاعدين كده؟ انا خايف المخبول ده يضرب فيا مكانك. انت حضرتك كده كتير؟ مش عارف. ممكن يا كابتن نبلغ البوليس؟ بوليس؟ انت اتجننت؟ اقول له ايه؟ اقول له جاي واحد يموتني بالله على طلبي؟ صحيح. انت كده ممكن تتحاكم. اتحاكم؟ هتحاكم ليه؟ انت ما بتقراش جرايد. ما انت كده محرض مشترك في الجريمه. لا يا استاذ، انا لما رحت مع المعلم اورا اللي قلت له اقتلني بناء على طلبي وانا حرف نفسي. ايوه يا استاذ انت كده محرض مشترك في الجريمه. قاتل لنفسك. طب واللي عمل؟ مش عارف. الحمد لله اتعشت. بقول لك يا اخويا القاش عندك بنطلون وغيار مقاسي ليه؟ عايزه ليه بعد ده كله؟ مش عايزني اغير؟ امشي كده. ايه ده؟ انا اعمل ايه ده؟ معلش ده اللي عندي. اعمله ايه؟ انا المشكله عندي في النص التحتاني. اقضيها بالفوالي دلوقتي يا اخي. يلا بلاش غلافه بقى. الله الله المواد ده فين؟ ده رهن. ايه الليله دي؟ رهن ايه؟ هفضل مجنون كده مش هروح فلوسي؟ اكيد مشي. مشي ايه؟ مش هعرفك. مفيش حد على السطح. نضرب النار مش على السطح بتاعك. على السطح الهرم اللي في وشك دي ورانا. طب قوم بص كده قوم قوم. اكتشف اعترف نفسك. انا اتهزلت زغلول انت قاعد كده ليه؟ مالك في ايه؟ ارجعي يا شريف بسرعه ارجعي. احنا هنفضل قاعدين كده؟ انا عايز اروح. عايز اروح يا شيرين. هو في ايه بس يا زغلول؟ ارجعي يا شيرين. ارجعي لغايه الغرمه تخلص. طيب ابلغ البوليس؟ اوعى تبلغ البوليس. استنيني لما اجي لك وانا فاهم كل حاجه. اقول لك ايه؟ احنا هنسحب لغايه الباب وبعد كده نزوخ. نسحب؟ ايوه. وبعدين؟ بعدين احلها الف حلال بقى. طيب امشي قدام. خايف! ما
معقولة كل ده حصل بسببي أنا؟ أيوه، إحنا في خطر يا هاني، وأنا ذنبي أنا بريء. طب قولوا لي دلوقتي نقدر نعمل إيه غير إننا نبلغ البوليس؟ مفيش داعي للبوليس، مش عايزين ندخل حد غريب بينا. الحل إن الراجل ده يختفي من على وش الدنيا. والمدرسة والأطفال. كأنك عيان، هنعمل إيه؟ يعني لحد إمتى الكلام ده؟ لحد ما أشوف حد من رجال الزفت أوراني، أشوف أوراني ده اتفق مع مين وأحاول أتفاهم معاه. أستاذ خليل، أنا مستعدة أدفع له اللي هو يطلبه. أستاذ زغلول، أعمل حسابك في 3-4000 جنيه. إيه؟ بتقول إيه؟ ما سمعتش كويس أصلي. الموضوع ده مش هيخلص إلا ب 5000 جنيه. ده أنا كنت مديله 200 جنيه عشان يقتلني. ماشي، 200 جنيه عشان يقتلك. إنما عشان تعيش تدفع كام؟ أديهم 100 مرة. لا يقتلني أرحم بقى. لا بعد الشر عليك يا زغلول. أنت ما تعرفش حياتك غالية عندي قد إيه. سبحان مغير الأحوال. لا ما هو انت غالي عندي برضه، خلي بالك يعني. بس مش عارف الولد ده يطلع الروف ازاي ويعيش ازاي والراجل ده واقف له بالمرصاد يعني. لا طبعا هو مش هيطلع فوق خالص، زغلول هيبات هنا طبعا. خلاص يبقى انا هروح اجيب البنزول. لا ما هو انا مش هبات هنا، انا هنام عند بابا في المستشفى. اه يبقى انا اللي هبات هنا طبعا، مش معقول اسيبك. يلا باي باي. ايه انت رايح فين؟ رايح اوصلك المستشفى. تجنن توصلها ازاي؟ بتقول لك ما تخرجش من الباب، تطلع توصلها. معلش اصل نسيت. على فكره الثلاجه مليانه اللي انتوا عايزينه. باي باي. فيها كفته؟ فيها كفته. طب بيض؟ يا اخي بيض. تعال 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 ده وقته. خلاص يا خليل خلاص، انا مش قادر، طهقت، عامل زي الفار في مصيده. صدقين اجري، انت مش فاهم حاجه. يا جمالها مصيده. أجمل مصيادة شفتها في حياتي يا ولد. لو عندي مصيادة نص دي أقضي فيها عمري كله. إحنا هنا يا ابني عايشين في أمان. يا مختار! أنت خايف ولا إيه؟ انسى انسى انسى. عايز غيار يا ولد. غيار؟ طب أنت ما ينفعلكش غيار، أنت عايز بامبرز. بس هاتوا بأجنحة. أجنحة؟ طب اطفي النور عشان أعرف نتحرك. اطفي النور. ما تخافش ما تخافش، خليك جامد، خليك جامد. احنا في السيرك يا ولا. انا هبات هنا ولو في اي حاجه بلغيني التسليم. تحت امرك حاضر يا فندم. شكرا. يا اخي حماد ده ذوق حلو، الطقم ده لايق عليا، بس البنطلون واسع شويه. يا اخي واسع ايه بس؟ ما تساعدني شويه بقى. مش عايزين زول دلوقتي، البنطلون بتاعي ينشف. التليفون بيرن. اكيد شيرين. طب اعمل ايه؟ روح رد وانا احمي ضهرك. يلا انا ورا الفاز اهو. الو ازيك يا زغلول؟ عامل ايه؟ ايه ده؟ امتى حصل ده؟ مش ممكن. طب العمل ايه دلوقتي؟ أرجوك يا زغلول ما تتأخرش علي، وطمني عليك. مع السلامة. أقولك إيه؟ أنا عندي حل يخلص عليك، يخلصك من العذاب ده كله. قولي عليه الله يخليك. سؤال، الحكاية عايزة شوية مكياج وألوان. يا سلام بقى لو في صباع كفتة. يعني عايزة فلوس يعني. مكياج ليه وأنا همثل؟ حاجة زي كده. طب كمل. تعرف؟ ليه يا واد قريب عترة شغال بواب عند واحد غني. بواب؟ انت قريبك بواب؟ انت تعيرني؟ طب ما فيها ايه؟ طب ما انت فرده نايم اهو، ما انت تعبان وقريبك شوكة بيه راجل غني. يعني انت عايز تبقى شوكة بيه وانا البواب اللي بشتغل عندك؟ حاجه زي كده. طب كمل. ها انا بقى يعني نفسي اجيب لك جلابيه بلدي وشنب واروح اشغلك تقعد معاه جنبه يعني. والله فكره معقوله، بس مش عارف بقى نجيب الجلابيه منين. الشنب منين؟ انت دايما كده تقول افكار وتسيبنا في حيصه بايص. ما تفكر انت، اصل على الاقل فرصه. انت لما تقعد جنبه وانت عامل صعيدي كده زي خط الصعيد بالشنب بتاعك العريض، محدش يعرف انك انت زغلول المدرس تعبان. خلاص الجلابيه هتيجي من سنوسي البواب اللي عندنا. طب والشنب هتجيبه منين؟ من سنوسي برضه؟ لا بسيطه، هدخل على شيرين الباروكه بتاعتها، هقص منها شويه واتزقها. ايه الافكار الهايله دي يا زغلول؟ انا هتقتل يا خليل. يلا
استنى عندك. يا سنوسي انا زغلول. بقول لك ايه، هات الجلابيه اللي عندك واطلع لعند شقه شوكت بيه. طيب سلام. الحمد لله البنطلون نشف. خد بس خد دي. مين؟ فلوسي يا زغلول بيه. انت متأكد انك فلوسي؟ ايوه. اتفضل. خد يا بيه، هات الشال وادي الدفيعة والجلابية. طيب، مع السلامة. ماشي يا بيه. دواءته هات النص. سلام. خليه تعال هنا، تعال. زغلول ابوك يا حد يعرف يوصل؟ يخرب عقلك ولا الجن. الو. ايوه يا شيرين. لا ما تخافيش، ما حصلش حاجه. لا انا وصلت مع خليل لحل هايل. لا 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 ما تخافيش، خليل هيتصرف. خالد عم ابوك. خليل معقول يا خرب مطلك. سلامات يا خليل. الغيبه الطويله دي يا خليل. ظروف يا ابن الخال، كيفك انت؟ والله سلامات يا خليل. اسكت يا راجل، جايب لك هديه، جايب لك واحد مخصوص. حبيبي ايه تهدي مين يا شندي؟ اوه يا راجل اتجننت ليه؟ اهدى يا ولد العم. الله اكبر الله اكبر، مالك مالك كده؟ هتموت الراجل. لازم يموت يا خليل. ايه عمل لك ايه ولد الفطوس؟ ما هو ده اللي كتر خوش يا راجل. انت تصيت في نظرك ولا ايه؟ بص بحلك فيه مليح، بحلك فيه مليح. ده مدرس، ده زميلي في المدرسه بيدرس بدي دروس. لا ده حريضه ولد جدادك. بقول لك امسكه، انت هتسيبه؟ ما تخافش انا ماسك مسدس كويس. العب الشنطه ماسكه كويس خليل، عشان انا مجهز لك كيلو كفته حلو. خليك كويس، امسكه حلو. بص بص على الحلاوه، حلاوه. انا بزغلول بقى. سبحان الله، الخلق الناضج هريدي ولد جنيدي. حقك عليا يا ولد، كنت هتروح فطيس يا ابوي. اعمل ايه بقى، حظ اللي خلفوه اسود. طمنت يا عم. حقك عليا يا ولد اخوي. يلا بينا بقى يا خليل. يلا بينا فين؟ نمشي لحسن يقوم بالليل يفتكرني هريدي يدور فين القتل. على الاقل يا عم دي ما عرفت مين اللي قتلك. العب. اختيار هتموتني. خليل ما تسيبنيش. ابو سيادتك ابو سيادتك يا ولد اخوي ما تسيبنيش، هيموتوني يا خليل.
هيدخوني. اعملي يا خلوق. بس ما ضحتله. ده الراجل هيحمينا. ده طلع في شق خالص. اعمل ايه؟ طلع صعيدي تايواني. ما تخافش ما تخافش، مش انت المقصود، زغلول هو المقصود. عارف مكاننا ازاي يا زغلول؟ اكيد راقبنا وجع على هنا. هنعمل ايه؟ يلا بينا نهرب. قولهم لهنا، قولهم لهنا. امشي من عندك، امشي من عندك، ما تخش من عند الوطن. يلا قولوا قولوا. ايوه شيرين، انا لسه جاي حالا بغير هدومي وجاي استريح شويه فوق طبعا، وانا معايا مفتاح شقتكم عشان عندكم. تجيبليش سيره خليل ده، لا خليل ولا ام خليل، انا اصلا مش عايز اشوفه. ليه يا زغلول؟ ايوه ايوه. طب الحمد لله انك روحت بالسلامه، يبقى طمني عليك. انا هستنى لما اطمن على بابا وبعد كده هروح على طول. انا لازم اروح للراجل ده، واللي يحصل يحصل. خلاص انا عملت الحكايه دي ولازم اتحمل مسؤوليتها للاخر. وانا بعمل ده كله عشان مين يا حبيبتي؟ ما هو عشان خاطرك انت. ما تخافيش طبعا، بس انا عايز اعرف انت ايه اللي غيرك كده؟ مش عارفه يا زغلول، لكن كل اللي انا عارفاه وشايفاه ومتاكده منه انك راجل قوي وطيب وشعب. كنت طول عمري بحلم اني الاقي المواصفات دي في الراجل اللي ارتبط بيه. بتقولي ايه؟ معلش حبيبتي، اصل انا لما بفرح بيحصل لي حاجات عجيبه قوي. طيب اوكي ماشي حبيبي، ماشي، باي باي. صباح الخير يا بيه. اهلا، صباح الخير، ازيك؟ الله يخليك. حضرتك هنا من ميتة؟ كنت امبارح بالليل موجود. ليه، في حاجه حصلت؟ حصل حاجات امبارح بعد ما الستة خرجت ومعاك البيه الحلوه دي، حسيت برجلين طلع السلم، صحيت وفضلت ماشي وراه. كان معاه بندقية؟ ايه؟ هو لو كان معاه بندقية كنت تنيتني وراه لغايه السطوح. طب وبعدين حصل ايه؟ وبعدين يا بيه لقيتها رايح ينبت اوضتك وبيبص من الشباك بتاعك ده، هجمت عليه. جري. هو اللي جري ولا انت اللي جريت؟ وانا حجر ليه يا بيه؟ ده انا كان معايا شومه قد كده. طب وعرفت شكله؟ لا يا بيه، في الحقيقه كانت الدنيا ضلمه قوي، ما لحقتش اتحقق فيه، لكن بقى وهو بيجري وقعت منه ده. ايه يا بيه؟ متشكر قوي يا سنوسي. هو في ايه يا بيه؟ لا مفيش حاجه، بس لو شفت الراجل ده تاني ما تعرضش نفسك للخطر، اطلب البوليس على طول. يا ساتر يا رب. معلش قول يا ساتر يا رب وبعد كده اجري بلغ البوليس. سلام. سلام يا بيه. سلام يا سنوسي. يلا بسرعه بسرعه، ما قلت لك بسرعه بقى.
عندك تليفون؟ ايه في ايه؟ هقول لك بعدين، اتفضل. براحة دكتور، دي دماغ مش قلاسة. احمد ربنا انه لسه عايش. الحمد لله على كل شيء. انت كنت عايزني اموت. تقدر تتكلم دلوقتي؟ وانا كنت ممنوع من الكلام، انا ما عملتش حاجة. انا كل اللي فاكره ان انا فتحت باب الشقة عادي ولعت النور، ما اعرفش مين بقى طفاه. بس شايف اشباح بقى وحاجات بتتحرك وشفت كده زي مطوه، يعني تخيلت رحت عملت حركه برضو، بس مش فاكر. هو ده كل اللي فاكره. انت مالكش اي اعداء؟ بمعنى عدوين يعني؟ لا. امال ليه هجم عليك وليه حاول يقتلك؟ بمعنى يعني جايز يكون حرام. ليه؟ في حاجه اتسرقت؟ هيتسرق عندي ايه حصره يعني؟ هياخد ايه غير جدول الحصص؟ بس اوقات بيسري مني كفته يعني. عموما لما تخف تبقى تيجي الاسم عشان نستكمل اقوالك. حاضر يا فندم. رفعت البصمات؟ ايوه يا فندم. طب اتفضل. ولازم يروح المستشفى؟ طبعا، بس هو اللي مش عاوز. هو في خطوره من الجرح عليه؟ لا مفيش خطوره، بس هو محتاج يستريح شويه. ايوه استريح، بس الشقه بقت شارع، انا عايز ارتاح شويه يعني. مصر. وانت؟ ايوه تبقى تيجي معاه ان شاء الله. شفت اللباقة بقى؟ خد دي. ايه ده؟ دي صورتي وانت هو؟ دي وقعت من القتل. الله، الصورة دي بعد خدها مني المعلم قران الله يرحمه قبل ما يموت. ما سألتوش عايزها ليه؟ ما جاش في بالي اصلا. جايز واخدها ذكرى، الله يرحمه كان يحبني قوي يعني. انا بقى هفهمك. يا خليل، واضح ان انت المقصود مش انا، بس انا نفسي اعرف ليه. يا اختي في ضرب كده؟ سبب ايه؟ انت ايه اللي خليك بتقول الكلام ده؟ الراجل اللي كان مكلفه عم اوراني راح السطح، بص ما لقاكش فجاء على هنا، وبعدين الصوره كمان اللي وقعت منه. صوره؟ طب ما الصوره فيها احنا الاثنين، اشمعنى؟ يمكن لقيت ما خدش باله ولا حاجه. يا اما مكتوب ايه؟ ما هو اخويا راح كده. صورتي هذه تلاقيها هنا برضو. يا ابويا يا ناري، سلسلة ظهري بقى سلسلة مفاتيح. يا خوفي، انا خايف لا يعرف ان انا لسه عايش يجي يموتني تاني. والله انت هاي، انت عبقري. ده انا. ايوه انت. هدي حكاية البوس معاك، ايه البوسه دي بمناسبة ايه؟ هتفهم بعدين عن اذنك. سيبني اواجه العالم دي كلها لوحدي. انت متوعدك، انت بيضه جميله، ما حدش يجيك يا حبيبي. انا عايز حاسب. تعالى 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 وخلصني، ما تاخدنيش حته حته مره واحده. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ممكن اطلب طلب من حضرتك؟ اتفضل. يا اشرف،
سجن بلدي فين يا استاذ خليل؟ سجن بلدي؟ اه عشان اكل العيال. انا فاهم البزر. يو خلاص العب وانت ساكت يلا. تمام بس يا واد الصغير وعمو خليل نايم تعبان. جيب لك كوبايه. انت ما عملتش حسابي؟ لا تمام يلا اشتري. يا بنت ارحميني ارحميني ابوك. ايوه يا فندم. لا انا متاكد ان انا بقول خليل موجود ومعاه جاره ومراته كمان. طيب شكرا جدا. شكرا. سلام. لا يا بابي من فضلك ما تتكلمش. انت ما ينفعش انك تتكلم خالص وانت تعبان. زغلول تعالى نطلع بره ونسيب بابي يرتاح شويه. زغلول انت متاكد انا متاكد ان السنتاج هيبقى صح. وليه بقى واثق كده؟ لان انا قعدت في اوضه امبارح ما حصلليش اي حاجه. جايز يكون عندك حق. طب ايه رايك بقى اعزمك على الغدا في حته يا عم؟ روح انت حالتك حاجه. اعزمك على فول وطعميه. وانا موافقه على اي حاجه انت تقولها. طب تحتاج ايه؟ يلا سلامة. شكلين قوي. ايه يا ست انتي؟ انت واخده كيس الزبده معاكي؟ امال احنا هنقلب الخليل. مين اللي مسلطك ياض؟ المعلم اوريون الله يرحمه ويبشمش الطوبه اللي تحت راسه. كنت عايز تقتله ليه؟ المعلم اوريون طلب مني كده قبل ما يموت. هو اي حد يقولك على اي حاجه تعملها؟ انت تعرف المعلم اوريون ده يا خليل؟ اوريون مين؟ انا عارف الاشكال دي منين؟ انا راجل مدرس العاب. معقول اعرف اوريون؟ انا اعرف سامي، رامي، هيثم. خدوه. بكره تقول لي انتوا من الاثنين الاسم عشان نستكمل المحضر. حاضر يا فندم. كان عندك حق. برافو عليك. شكرا. خليل. خليل. يا صديقي العزيز خليل. كنت هموت. خليل. اغمى عليك، كنت هتروح في شربة ميه. معلش يا خليل. هشوفك بكره في المدرسه. اوعى تنسى. مدرسة ايه؟ ده انا قررت ابني لك مدرسة عشان تبقى انت المدير بتاعها. اه فعلا يا زغلول، ايه رأيك؟ انتوا بتتكلموا جد؟ والحاجات دي فيها هزار؟ انا جوز بنتي لازم يبقى مالي مركزه وتبقى مدير المدرسة كده قد الدنيا. يعني انت موافق يا عمي؟ انك تبقى مدير مدرسة؟ لا جوز بنتك. طبعا يا زغلول، وانا هلاقي احسن وارجل منك. ربنا يوفقك. وانا اتفقت مع بابي ان احنا نكتب الكتاب النهارده وهنا في المستشفى. طب هنزنكم بقى. زغلول. ايوه. رايح فين؟ رايح اوضه بقى البدله الجديده عشان يكون عريس جميل. عن اذنك. اتفضل. سلام يا عم. مع السلامه.
زغلول. ايه بقى في ايه؟ تعال يا زغلول شوف لحد يخلصني من حياتي. ليه؟ اوعى تكون بتحب شيرين. انا مش شيرين ايه؟ انا حبي الوحيد في الحياه هي كفته، كفته حبيبتي. في ايه حصل ايه؟ قول لي. صاحب البيت. مالي؟ لما لي هدومي وطردني في الشارع وقال لي انت مصدر رعب طول النهار ضرب نار وبتاع. خلاص انا عندي وسيله هايله تخلص بيها من حياتك. الحقني بيها. تروح سكن من غير اسانسير. يا عم ده موت بطيء، انا عايز حاجه تيك تاك على طول اخلص. خلاص انا عندي وسيله هايله. ايه؟ عمو برعي. مين عمو برعي؟ بتاع الكفته. حبيبي روح يلا.